لك عجة غير يمكن تموتك هالحين. أنا خلاص أمه امسحي كمان مرة. ما رح أمسح كمان مرة. منغار شو اللي بصير هنا؟ هذا مش اللي أنت بتفكري فيه، هذا الشاب من التعليم ودع وليله بالحياة ما يتصل معك بعد. قديش وقت؟ وعشان إيش؟ عشان شاب من عيلة ثانية؟ إباء إباء قولي لي ما كفن الفضايح اللي سويتيني اليوم؟ امشي على البيت. أنا بحبه. انسي الموضوع. هو راح يقص راسي. هو ما راح يقص راسك. أنا كمان كنت بقص راسي لو كنت. كنت رح تتجوزني حتى لو ما كان ليلى راس. ليلى راح تتجوز. من كل شباب البلد ما لقيت غير منير؟ أنت انتبهت على بنتك مرة؟ أنا ما كان في حل ثاني. دائما في حل ثاني. بلك تفتحي عيونك مرة واحدة وتشوفي ايش بيصير حواليكي. عيوني مفتحات صدقيني مفتحات.